هنعمل دلوقتي جوزية السمسم. يعني ايه جوزية السمسم؟ يعني هعمل حاجة كده بجوز الهند والسمسم لطيفة جدا، وتنفع طبعا لحلاوة المولد، وبنستفيد من الغازة اللي في السمسم مع تراوت جوز الهند، يعني اللي هي ناشفة شوية زي السمسمية، يعني سنة ناشفة حبة، بعد ان هي يعني عملناها الحمد لله بطريقة كويسة قوي، وبناخد تراوت الايه؟ الجوز الهند. حاجة حلوة ولذيذة تعجبكم ان شاء الله. دي عبارة عن ايه بقى؟ عسل جلوكوز معانا كوبايتين، كوبايه سكر وكوبايه سكر ونص كوبايه ميه، كوبايه سكر ونص كوبايه ميه، ورشه ملح ليمون. عندنا ميه ورد، ميه زهر، اي حاجه تديني ريحه حلوه للايه؟ للوصفه. مش مهم، انا عندي جوز الهند هيديني ريحه حلوه. ومعاها معلقه كبيره من الزبده، تمام كده. تاني هاخد كوبايتين من عسل الجلوكوز، هناخد كوباية من السكر، نص كوباية من المية، رشة ملح ليمون، معلقة كبيرة من الزبدة. بصوا سهلة سريعة، هنعمل حاجة حلوة في منتهى البساطة والسرعة كمان. فهناخد كده بسم الله نص كوباية المية على كوباية السكر، بسم الله. انا عارفه كمان ايه اللي بره مصر يعني بيبقوا ايه مشتاقين لحلاوه المولد جدا، فهيعملوا الحاجات دي، كل الحاجات دي عندهم موجوده، اعملوها في منتهى البساطه، ما تحرموش نفسكم والايه يعدي عليكم الموسم كده والمناسبه بتاعتنا الحلوه دي. كوبايتين عسل الجلوكوز، عسل الجلوكوز موجود في كل حته، اي سوبر ماركت يعني يكون كبير او كده هتلاقي فيه الايه عسل الجلوكوز ده موجود، ما كانش العتبه مليانه ده اساسها، يعني ضرب البرابره والحتت دي مليانه. كوبايتين سمسم، كوبايتين جوز الهند، الاتنين مع بعض بيعملوا حاجه حلوه قوي. سخنهم بس كده هنا، وهي طبعا عسل الجلوكوز عارفين تقيل قوي، فمش هياخد معانا وقت كبير، فهو بايه وهو بيستوي هتلاقيه بسرعه بدات الفقاقيع بتاعتنا تتخن. هو ده كده حلو جدا ان شاء الله، كده يطلع مظبوط قوي، لا هو ناشف قوي ولا هو ايه ولا هو طري منك. حط معلقه زبده كبيره، ويبقى خليها نوعها حلو كده وايه علشان تديكي ريحه حلوه جوه الوصفه. معلقه زبده كبيره اهو، وقلبها معاها السمسم بجوز الهند اللي انا ايه حمصتهم حبه حبه كده، وقلبهم. اهو بس ادهني زيت برضو، حتى لو ورقه زبده هندهن عليها ايه زيت، عشان انتوا عارفين العسل ما بيصدق يلزق، ما بيصدق. بسم الله بسم الله. اروح منزلها كده اوريك ازاي احنا سويناها الطريقه دي، تعمليها باي حاجه انت عايزه تسويها، وتعمليها بالسكينه بس لازم وهي سخنه كده تشتغلي، وهي ايه وهي سخنه كده نشتغل عليها على طول، تمام. اهو دافيه كده، بسم الله الرحمن الرحيم. اهو اهو هي سخنه سخنه، تمام. عشان تديك شكل حلو، تمام. اهو بس كده، وابدا بقى ان انا اعلم كده بالراحه اهو كده بحرف السكينه، وبعد كده اروح مكسراها لما تبرد خالص. اهو بصوا انا عملت ايه بقى، سويت الحروف وخدت الحته اللي هي ايه الحروف دي كلها عملتها اقراص بالشكل ده، هتنشف بقى شويه وهبدا ان انا ايه اشيلها. هي طبعا مش تنشف قوي، دي جوزيه طبعا، هي مش السمسميه دي عشان ما تبقاش ناشفه قوي معانا، انا حاطه لها جوز الهند وعامله لها العسل اللي هو بالايه بالسمن الزبده.